هنا أمر مهم جدا يتعلق بتكبيرة الإحرام، وهو أن تكبيرة الإحرام إذا كانت في صلاة فرض فلا تنعقد الصلاة على أنها فرض، لا تصح على أنها فرض إلا إذا كان قائما مع القدرة. أما المريض فهذا أمره معروف، لو صلى جالسا لعدم قدرته على القيام فلا إشكال في ذلك. لكن هنا البعض من الناس عنده في الفرض قدرة على القيام، ومع ذلك لا يكبر تكبيرة الإحرام في الفرض، لا يكبرها وهو قائم. وهذا ما يرى عند بعض كبار السن، هو قادر على أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم، لكن تجد أنه جالس على كرسيه ثم يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقوم، هذا خطأ ولا تصح على أنها فرض، إنما هي نفل إن اتسع الوقت.